السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك فيديو ومفيش صوت او في دوشة جنبك كتيرة فانت مش قادر تقرأ الكلام، فممكن تقرأ حركة الشفايف. الموقع ده متخصص، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو، في ان هو يقرأ لك حركة الشفايف. في الانجليزي الاداء بتاعه كويس، العربي لا يعني سيء. فلو انت عندك فيديو كل عليك ان انت هترفع الفيديو وتعمل بس ايه زي نافذة على الكلام او الوجه وبالذات الشفايف ويبدا ان هو يقرا لك، لكن لازم طبعا تكون الجوده بتاعت الفيديو عالي. كل عليك ان انت تختار بقى فيديو يكون فيه الوجه واضح، تمام، حاجه مثلا زي كده. تشوف حاجه تكون مساحتها اول ما بيترفع بيقولك بقى اعمل لنا تركيز على الحاجه اللي انت عايزها بالشكل دوت. يبدأ هو يقرأ حركة الشفايف، وهنا ممكن انت عايز من ثانية كام لثانية كام وتقول سبميت، فيبدأ ان هو يعالج لك الوجه والشفايف بحيث ان انت تقرأها سواء في دوشة او بيلغي الصوت خالص ويبدأ ان هو يقرأ حركة الشفايف. انجليزي كويس، العربي لسه ما اتدربش عليه بشكل كافي، لسه ما ادانيش اختيارات ان انت عايز ايه اللغة اللي انت عايز اقرا حركة الشفايف بيها.